سائل من أمريكا يقول: عندنا في أمريكا من يزهد الناس في قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول بأنها لا تنفع المسلمين في المجتمع الأمريكي المسلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ كتب الشيخ مأخوذة من الكتاب والسنة في أمريكا وغيرها، تقرأ في أمريكا وغيرها، واللي يريد الهداية ويقصدها الله جل وعلا يهديه، واللي ما يريد الهداية مع المالك فيه حيلة. نعم.